بكم من جديد ومن مدينة تل أبيب ينضم إلينا مراسلنا مجد دانيال. أهلا بك مجد. يعني مجد، ماذا عن المشاورات الأمنية وهل من تعليمات جديدة في الجبهة الداخلية بعد قصف وسط إسرائيل اليوم؟ نعم داليا، دعينا يعني نبدأ بالمشاورات الأمنية، حيث يعني وصلنا من مكتب يعني رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه سوف يؤجل عمليا سفره الذي كان من المتوقع اليوم إلى يوم الخميس بسبب التطورات الأمنية. وخلال اليوم سيقوم يعني نتنياهو بإجراء مشاورات أمنية مع أعضاء في مع قيادات عمليا في أمنية في البلاد وليس مع وزراء، ولكن سرعان ما بدأت هذه المشاورات حتى انضم إليها وزراء من الحكومة. ومن بين يعني الوزراء الذين انضموا إلى هذه المشاورات كان كل من وزير يعني الخارجية إسرائيل كاتس، يريف ليفين وزير القضاء، ديرمر أيضا، ميري ريجيف، وبن غفير وإمسالم. ولم يشارك يعني في هذه المشاورات في هذه الأثناء كل من وزير الأمن يوآف جالانت ووزير المالية بتسالييل سموتريتش. أيضا يعني وفقا لقناة كان الإسرائيلية، فإن إسرائيل يعني على ما يبدو تستعد لعملية برية محتملة في لبنان، ويعني المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يدعو سكان لبنان إلى إخلاء منازلهم بسبب وجود أسلحة أو عناصر من حزب الله. وأيضا يعني واشنطن تؤكد للقاهرة أن الهجمات الإسرائيلية لن تطال مؤسسات الدولة اللبنانية، هذا يعني بحسب ما جاء في قناة كان. أيضا يعني في صحيفة إسرائيل هيوم عن قائد القيادة الشمالية يقول بأننا يعني دخلنا مرحلة جديدة من الحملة وعلينا الاستعداد للدخول بالمناورة والعملية. أما إذا يعني تحدثنا عن تصريحات لمسؤولين أمريكيين داليا، فكان هناك العديد من هذه التصريحات هذا اليوم نقلتها عدة صحف أمريكية. نبدأ يعني من فاينانشال تايمز عن دراسة يعني نبدأ آسف من سي ان ان عن مصادر في لكبار مسؤولين أمريكيين الذين يعني توقفوا، قالوا أنهم يعني توقفوا عن بذل جهود قوية لوقف إطلاق النار في غزة. أيضا عن مسؤولين أمريكيين للسي ان ان يعني يقولون بأنه لا توجد إرادة، هم يتحدثون هنا يعني عن الحرب يعني في غزة وبين حماس وغزة بين حماس وإسرائيل، بأنه لا يوجد إرادة لإنهاء الصراع. أيضا يعني بخصوص لبنان يقولون المسؤولين الأمريكيين بأنهم يقيمون الوضع المتقلب في لبنان، يحاولون فهم ما إذا كان لدى إسرائيل هدف محدد من هذه الحرب، وأيضا يأملون أن يرغم يعني هجوم إسرائيل على حزب الله، يرغم حزب الله على التفاوض مع تجنب أي خطأ في التقدير. يعني هذا أيضا ينضم إلى كما ذكرت يعني الإجراءات التي تقوم بها الجبهة الداخلية، ومن المفترض أن يكون هناك اجتماع في تمام الساعة 6 مساء اليوم لتقييم الوضع، ولكن من المتوقع استمرار يعني عمليا الإجراءات والتعليمات للجبهة الداخلية من حيث يعني المدن والبلدات التي يجب أن تلتزم بالتعليمات. يعني حتى الآن لا يوجد هناك تعليمات بخصوص مركز البلاد كما في الشمال، ولكن من الممكن يعني ننتظر يعني الاجتماع في تمام 6 لنطلع على هذه الإجراءات والتعليمات التي سوف تصدر. أيضا يعني ننقل أيضا عن رويترز عن مصادر في حزب الله بأن قدرة حزب الله على التواصل مدعومة بشبكة هاتفية ثابتة مخصصة وأجهزة أخرى، أي أنه يعني من الممكن أنه لم يتضرر كثيرا جراء يعني التفجيرات في اللاسلكي. أيضا يعني نقلا عن رويترز يقول المصدر إذا انكسرت سلسلة القيادة يتم تدريب يعني مقاتلي حزب الله على العمل بمجموعات صغيرة. أيضا يعني هناك تحذيرات من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين التي تقول أن التفجيرات
التفجيرات المدمرة في لبنان تحصد أرواح الأبرياء وتجبر الآلاف على الفرار. أيضا تقول بأن الحرب دمرت مناطق عدة في لبنان ولا يمكن قبول الخسائر التي لحقت بالمدنيين. يعني هذه هي أبرز لربما التصريحات. أيضا كان هناك تصريح لبلينكين عمليا الذي قال لإن بي سي أن التحدي الرئيسي الذي يواجهنا الآن هو منع اندلاع حرب أوسع نطاقا على مستوى المنطقة. وأيضا كانت التصريحات بخصوص سفينة تزويد الوقود الوحيدة بمجموعة حملة الطائرات أبراهام لينكولن التي يعني عمليا يقال بأنها جنحت ببحر العرب. وتم الحديث كثيرا عن هذه السفينة التي هي بطبيعة الحال تزود الوقود لحاملات الطائرات في المنطقة. نعم، من مدينة تل أبيب مراسلنا مجد دانيال، شكرا لك حتى هذه اللحظة. ونعود إلى الجبهة الشمالية وإلى مراسلنا أدهم حبيب الله، هل من تطورات لديك؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا في الشمال. أريد أن أرحب بضيفي دكتور موشاء العاد، كولونيل احتياطي في الجيش الإسرائيلي ومحاضر في كليات الجليل الغربي. أهلا بك دكتور موشاء. يعني دكتور موشاء، أبدأ معك بداية، ما هي الرسائل يعني التي حملها حزب الله اليوم من خلال قصفه لمدينة تل أبيب؟ أولا أريد أن ألاحظ بشكل بسيط أن عندما تتحدثون عن إطلاق صاروخ على مقر الموساد أو تل أبيب، يعني قد يعتقد المشاهد أن صاروخ أصاب المبنى الرئيسي للموساد، وأعتقد المبالغة عظيمة. يعني هذا الصاروخ طرد عشرات كيلومترات قبل تل أبيب زي كل أو 95% من الصواريخ، فلذلك يعني كانت محاولة من قبل حزب الله لإطلاق صاروخ على تل أبيب، ولكن الصاروخ ما أجا لتل أبيب وما وصل لتل أبيب. على كل حال الرسالة هي من نصرالله، أنا يعني إلي قدرة، إلنا قدرة كحزب الله أن نهاجم تل أبيب، يعني ديروا بالكم إلنا قدرة، ولكن لا نستخدمها نستعملها في هذا الحين. نعم دكتور موشى، يعني هل قصف تل أبيب يقربنا من العملية البرية للجيش الإسرائيلي في لبنان؟ العملية البرية موجودة على الطاولة، وهي أحد العمليات التي جيش الدفاع يعيد النظر عنها. أعتقد أن جيش الدفاع أعلن عن تجنيد. نعم، علما أن أيضا يعني أن الصاروخ قد لا يكون أطلق من الجنوب. أوكي، نسمع أن جيش الدفاع أعلن عن تجنيد جنود احتياط، معناته جنود الاحتياط يعني يجب أن يتركزون في الشريط الحدودي الشمالي أولا. ثانيا أعتقد أن في هناك نية من ناحية إسرائيل لنقول نحن ليس لنا زمن الكافي لمعركة طويلة، عندما نصر الله يمكن يريد أن تكون معركة استنزافية لمدة غير محدودة. إسرائيل تريد بقرار سريع في المنطقة، وحتى أعتقد نحن العملية البرية يمكن تؤدي إلى يمكن احتلال المنطقة الجنوبية من الحدود، من الشريط الحدودي الإسرائيلي حتى مثلا نهر اليردان. دكتور موشى، يعني هل مدة المعركة تحتم على إسرائيل الدخول برا؟ إسرائيل غير جاهزة ولا تريد بمعركة طويلة، هذا يؤثر الاقتصاد الإسرائيلي، يؤثر المجتمع الإسرائيلي. لم ننسى نحن بعد حرب لسنة كاملة في غزة، فلذلك هنا القرار قرار يجب، والتغلب طبعا على حزب الله يجب أن يكون سريع، ويجب أن يعطي النتائج اللازمة لصالح دولة إسرائيل.
نعم دكتور موشي، يعني رغم الغارات المكثفة للجيش على لبنان، يعني إلا أن حزب الله مستمر في قصفه في العمق الإسرائيلي، يعني هو يوسع دائرة القصف في كل يوم. نحن غير متفاجئين لأنه عارفين أن نصر الله عنده عشرات الآلاف صواريخ أو أكثر من 100,000، منها صواريخ للمدى البعيدة، منها صواريخ دقيقة التي سوف تخلق يعني وتحدث أضرار باهظة. فلذلك أنا أقول جيش الدفاع يريد أن يمنع أي أضرار في المستقبل، فلذلك يمكن سيكون اجتياح ضاري، ولكن أعتقد أن جيش الدفاع عنده كمان. نعم، ولكن دكتور مشيرني، ما هو الهدف من العملية البرية؟ ما هو الهدف من هذه العملية البرية؟ قلت قبل لحظات الوصول إلى نهر الليطاني، تنظيف المنطقة من أي قوة لحزب الله. أن تنظيف معناته عدم وجود صواريخ، جنود، منسآت صواريخ، وكذلك يعني يمكن تكون سيطرة لمدة معينة. هذا طبعا كله نحن نتوقع أن بعد فترة ستكون يعني مداخلة من قبل الدول العظمى من وساطة أمريكا، أوروبا، يمكن راح يكون هناك تدخل أو وساطة لحل الأزمة. أعتقد أن كل دول أوروبا وأمريكا كمان تريد اليوم حل الأزمة، ولكن إسرائيل لم تريد بهذا الحال إلا بالنتائج التي تستفيد منها إسرائيل لمدة بعيدة. نعم، وهل باعتقادك يعني الجيش الآن يستطيع الدخول برا إلى جنوب لبنان؟ إن يوجد لدينا جبهة الآن أيضا في قطاع غزة. مضبوط، إسرائيل تستطيع أن تحارب في جبهتين. أعتقد أن جيش الدفاع عنده كمان سلاح الجو. سلاح الجو بعد ما نفذ 20% من القدرة، يعني لا من ناحية المسافة ولا من ناحية الدمار والحراب اللي له يعني يمكن أن يقوم به في المنطقة. إسرائيل لا تريد أن تدمر لبنان، إسرائيل لا تريد أن تحارب في لبنان، ولكن إذا مثلا نصر الله يستمر في الأعمال القتالية ويستمر في إطلاق الصواريخ على تل أبيب وعلى حيفا وكذلك، فإسرائيل لم تستطيع أن تقعد مكتوفة اليدين. فنحن نتوقع ليس فقط اجتياح بري، في عدة مفاجآت من ناحية سلاح البخر ومن ناحية من نواحي مختلفة. نعم، ابقى معي دكتور موشي. أتحول إلى رام الله، ينضم إلينا مراسلنا فراس حسن. أهلا بك فراس. نعم فراس، هل تسمعني؟ نعم هلا أسمعك. نعم فراس، نعم على ضوء أسمعك نعم فراس، يعني على ضوء التطورات في لبنان، استمرار للعمليات في الضفة الغربية، تفاصيل أكثر لديك؟ بالفعل هلا، يعني ما زالت الآليات العسكرية الإسرائيلية منتشرة في مدينة جنين ومحيطها، وأيضا في محيط أيضا مخيم جنين، على وقع اشتباكات متقطعة تبنتها من الجانب الفلسطيني كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس، وكتيبة أيضا جنين الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي. الاقتحام بدأ منذ أكثر من 6 ساعات بنحو 60 آلية عسكرية، حيث انتشرت القوات الإسرائيلية في محيط مستشفيين في مدينة جنين. مصادر محلية تحدثت عن إصابة فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية خلال هذه الاشتباكات المستمرة، وقد يتدحرج هذا الاقتحام لربما إلى عملية عسكرية واسعة. هناك قوات أيضا راجلة تنتشر في مخيم جنين ومحيطه. بدأت قبل قليل الجرافات العسكرية الإسرائيلية أيضا عمليات تجريف واسعة لشوارع المخيم بحثا عن العبوات الناسفة. بحسب خطة الجيش الإسرائيلي فإن هذه الاقتحامات ستستمر في مخيمات ومدن شمال الضفة الغربية، وكانت آخر عمليات هذا الاقتحام أوائل شهر أيلول الحالي، خلاله توفي أيضا 18 فلسطينيا متأثرين بإصابتهم برصاص القوات الإسرائيلية، وقصف أيضا
أيضا المسيرات للفلسطينيين الذين كانوا يستقلون سيارات في مدينة جنين أو في مخيم جنين أو حتى في البيوت، ولحق دمار كبير أيضا في البنية التحتية والمرافق العامة والشوارع والمحلات التجارية. هذه العملية يعني هل تأتي في ظل أيضا حالة من الترقب التي تسيطر على الضفة الغربية بعد وصول أيضا صواريخ حزب الله إلى مستوطنات الضفة الغربية على بعد 100 كيلومتر من الحدود اللبنانية، وأيضا سقوط شظايا على أماكن فلسطينية مأهولة أدت إلى إصابة فلسطينيين؟ المخاوف الفلسطينية مستمرة أيضا من تجدد سقوط صواريخ حزب الله على مدن فلسطينية مأهولة قريبة من المستوطنات المتاخمة لها، خصوصا بعد أن اشترط الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقف حرب غزة وأيضا وقف التصعيد في الضفة الغربية قبل أن يتم وقف الضربات الصاروخية على شمال إسرائيل من لبنان. وبذلك نستطيع أن نتحدث أيضا عن تحقيق في الميدان ما يسمى وحدة الساحات والدعوات من مختلف لربما الجبهات إلى التصعيد في آن واحد، وأن تكون جميع الجبهات مشتعلة في نفس اللحظة. ليست هذه المخاوف الفلسطينية هلا فقط من هذه الأمور، بل يخشى أيضا الفلسطينيون من استغلال أيضا المستوطنين في الضفة الغربية للانشغال الدولي والإقليمي أيضا بحرب لبنان لتنفيذ مخططات الاستيلاء على أراضي فلسطينية وتنفيذ مخططات تهجير للتجمعات السكانية الفلسطينية، خصوصا نتحدث عن التجمعات البدوية. وهذا ما يحدث بالفعل إذا ما رأينا على أرض الواقع، حيث يواصل المستوطنون أعمال التجريف وإنشاء أيضا بؤر استيطانية في عدد من مناطق الضفة الغربية. الانشغال الإسرائيلي هلا بحرب لبنان المتدحرجة نحو حرب إقليمية أيضا لم يشغل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي حذرت من أن تكون ربما هناك جبهة ثالثة تندلع في أي لحظة في الضفة الغربية، وحذرت أيضا من استغلال الفصائل والمجموعات الفلسطينية من حالة هذه الانشغال الإسرائيلي بمجريات الحرب لتنفيذ لربما عمليات تسلل إلى مستوطنات في الضفة الغربية وتنفيذ هجمات مسلحة، خصوصا في ظل الدعوات المتكررة والمتواصلة من حركتي حماس ومختلف الفصائل الأخرى ومنها أيضا حركة فتح والجهاد الإسلامي لفتح جبهة ثالثة في الضفة الغربية. مسؤولون أمنيون إسرائيليون حذروا من الوضع الحالي في الضفة الغربية وقاموا بإرسال تحذيرات للمستوى السياسي بأن لربما الوضع يقترب من نقطة الغليان في الضفة الغربية. هلا. نعم، من مدينة رام الله مراسلنا فراس حسن، شكرا لك على كل هذه المعلومات. وننتقل إلى قطاع غزة، ينضم إلي الصحفي المختص بالشأن الفلسطيني ضياء حسن. أهلا بك ضياء. ضياء، يعني كيف تبدو صورة المشهد، مشهد المعارك في غزة اليوم؟ نعم، يعني ربما الصورة انتقلت قليلا باتجاه الشمال، لكن في الحقيقة الواقع في قطاع غزة لم يتغير. لا زالت الهجمات الإسرائيلية مستمرة وعمليات القصف تتواصل، أعداد الشهداء كما هي تقريبا يوميا، هنا نتحدث بما لا يقل عن 20 شهيدا تقريبا إلى 30 شهيدا في سلسلة الغارات الإسرائيلية. اليوم حتى هذه اللحظة نتحدث عن 23 شهيدا منذ تقريبا منتصف الليلة الماضية وحتى هذه اللحظة، يعني ربما آخرهم 6 شهداء بينهم 3 أطفال وامرأة وجنينها، وعدد من الجرحى نتيجة قصف منزل لعائلة لسعود في مخيم البريج وسط قطاع غزة. أيضا تزامن ذلك مع انتشال 3 شهداء أيضا نتيجة قصف استهدف منزلا مكون من عدة طبقات لعائلة العطار في منطقة مراج شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة. أيضا كان هناك انتشال قبل هؤلاء الشهداء 3 انتشروا أيضا 3 شهداء من قبل المواطنين نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي. أيضا كان هناك استهداف في منطقة خربة العدس أيضا شمالي رفح، هناك شهيدان من عائلة أبو شلوف رجل وزوجته. أيضا كانت هناك اليوم حادثة لافتة للانتباه، سلمت يعني أو نقلت شاحنة تابعة للصليب الأحمر ما مجموعه من نحو 100 جثمان لفلسطينيين. كانت إسرائيل نقلت جثامينهم من داخل قطاع غزة إلى إسرائيل لمحاولة تحديد هويات هؤلاء الأشخاص ومعرفة إذا كان بينهم جثث أسرى إسرائيليين. هؤلاء انتشلوا معظمهم من مناطق مقابر في رفح وفي
خان يونس خلال العملية البرية التي كانت تجري هناك، لكن وزارة الصحة في قطاع غزة رفضت تسلمهم وطالبت بأن يقوم جيش الاحتلال بتحديد أسمائهم، خاصة وأنهم تم انتشالهم من قبور كانت معروفة ومحددة بالأسماء. لكن في الوقت الحالي تجري محاولات لتحديد ربما يعني عبر الطب الشرعي بعض الأسماء، بعض الأشخاص محاولة التعرف عليهم، خاصة ونتحدث عن جسامين بعضها يعني عبارة عن هيكل عظمي، لكن الجيش الإسرائيلي سلم هذه الجثث، وهناك يعني محاولات لمعرفة الجثث لمن تعود. هذه أول مرة يتم نقل هذه الكمية الكبيرة دفعة واحدة إلى داخل قطاع غزة بعد أن نقلتهم القوات الإسرائيلية إلى داخل إسرائيل من أجل محاولة ربما التعرف على جثامين أسرى إسرائيليين يدفعون إليها. أيضا اليوم انسحبت القوات الإسرائيلية من منطقة شمال غرب بيت لاهيا، هذا على الصعيد البري أقصد. كانت القوات الإسرائيلية توغلت صباح أو فجر أمس، واليوم عاودت وانسحبت من تلك المناطق بشكل كامل بعد ساعات من عملية إسرائيلية استهدفت تلك المنطقة الشمالية الغربية. قامت خلالها القوات الإسرائيلية بتجريف مساحات واسعة من المزروعات التي تم زراعتها في تلك المنطقة من الباذنجان وبعض انواع الملوخيه وغيرها، لكن للاسف يعني هذا تسبب وهذا وكانه ياتي النشاط لمحاوله يعني إدارة معركة جديدة بهدف تجويع سكان شمال قطاع غزة. أيضا القوات الإسرائيلية تراجعت من حي الصبرة إلى الخلف قليلا نحو محور نيت سريم. أيضا في منطقة وسط قطاع غزة كان هناك توغل محدود في منطقة شرق البريج والمغازي، لكن لم تكن عملية واسعة النطاق، لكن العملية البرية المستمرة على الأوسع لازالت في منطقة مدينة رفح جنوب قطاع غزة. نعم ضياء حسن الصحفي المختص بالشأن الفلسطيني، شكرا لك على كل هذه المعلومات. وعودة إليك دكتور موشي، يعني دكتور موشي، هل باعتقادك إيران سوف تنضم لهذه الحرب؟ سؤال عظيم. حزب الله يحاول جار إيران إلى المعركة، لذلك حضرت إسرائيل إيران بشكل مباشر وطلبت من الولايات المتحدة تحضير إيران من اندلاع حرب شاملة في المنطقة. الحقيقة أن الاستخبارات الإسرائيلية أعلنت يعني إثبات أن لم يستخدم حزب الله بعض الصواريخ بعيد المدى أو الصواريخ الدقيقة دون إذن من إيران. يعني إيران يجب أن تؤمر لبنان أو حزب الله باستعمال هؤلاء المنشآت، ولكن أعتقد إذا الإيرانيين ينضموا إلى هذه المعركة هذا بلا شك يؤدي إلى تدخل أمريكا ويمكن لحرب شاملة بشكل كبير. يعني نعم دكتور موشي العاد، كولونيل احتياط في الجيش الإسرائيلي ومحاضر في كلية الجليل الغربي، شكرا لك على كل هذه المعلومات. ونعود إلى الجبهة الشمالية ومراسلنا سعيد محاجني. سعيد، آخر التطورات الميدانية لديك؟ نعم، إذن الجيش الإسرائيلي يشن في هذه اللحظات سلسلة كبيرة جدا من الغارات مستهدفا بذلك بلدة سحمر. الحديث يدور عن استهداف أكثر من 6 منازل مأهولة بالسكان بحسب المصادر اللبنانية. نتحدث لربما عن مجزرة كبيرة في هذه البلدة، إذن نتحدث عن حزام ناري مكثف جدا استهدف كافة أرجاء هذه البلدة، شمال البلدة، جنوب البلدة، وسط هذه البلدة. نتحدث عن غارات عنيفة فاستهدفت سلسلة كبيرة من المنازل، وأيضا ونتحدث الآن غارتين استهدفتا منطقة المنصوري والقليلي في قضاء سور. بالإضافة إلى قبل لحظات من الآن بحسب مصادر طبية لبنانية الحديث يدور عن انتشال 14 جثمانا للبنانيين وعشرات الجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزل في بلدة السكسكية في قضاء سور. نتحدث عن استهداف لأحد المنازل في هذه البلدة تحديدا بالضبط بالقرب من شط البحر هناك.
هذا المنزل سوي بالأرض، تم انتشال 14 جثمانا للبنانيين. بحسب أيضا وزارة الهجرة اللبنانية، الحديث يدور عن أن أكثر من 90,000 لبناني غادروا ونزحوا من جنوب لبنان متوجهين نحو شمال لبنان ووسط لبنان وأيضا نحو العاصمة اللبنانية بيروت ونحو المناطق الآمنة التي لم يعلن عنها الجيش الإسرائيلي أنها منطقة خطيرة ويعني معرضة للقصف من قبل المقاتلات الإسرائيلية. إذا نتحدث عن أكثر من 90,000 لبناني غادروا الجنوب اللبناني منذ أول أمس حتى هذه اللحظات، نتحدث عن غارات عنيفة لم تتوقف حقيقة على مناطق واسعة من العمق اللبناني وأيضا الجنوب اللبناني. طبعا اليوم دائرة النيران الإسرائيلية يعني كثفت حقيقة على ضواحي مدينة صيدا، نتحدث عن سلسلة كبيرة أكثر من 20 غارة تم استهداف عدد كبير من المنازل خلالها في منطقة ضواحي صيدا. هذه آخر صورة الوضع في الأراضي اللبنانية. نعم سعيد محاجني مراسلنا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، شكرا لك. فاصل قصير وتلقاكم الزميلة لورين وهبي لتغطية آخر التطورات. شكرا لكم.